السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد كبكة من قناة كبكة تي في. ضبط هارب من اسكندرية، يعني هو هربان من ايه بقى؟ من 240 سنة سجن. تعرف يعني ايه 240 سنة سجن يا باشا؟ يعني عمل ايه ده؟ عمل ايه ده؟ ده كمان الناس اللي راحت عملت قضية فيه ورفعت محضر وي 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 وي. انا تخيلت اشوف الليستة، القائمة بتاعت الاعمال، يا نهار اسود ايه ده؟ ده لو بيغتصب كل يوم، لو هو عنده 40 سنة ولا 45 سنة وبيغتصب كل يوم بنت صغيرة، مجموع ال 240 سنة دول مش هيقولوا. ثم ده هيعيشهم، انتوا تعدموه. نصيحة مني للحكومة المصرية، اعدموه. 240 سنة ده مش هيعيش 240 سنة، يا اما ياخد هو 100 مثلا او ياخد 40 ونوزع الباقي على الورثة. فخبر شر البلية ما يضحك. ما تنساش يدينا لايك، شير، سبسكرايب، قول لنا رايك في الكومنتات، شغل الجرس عشان كل الخبر اللي تعرف اول باول. سلام.